اليوم مثل ما تشوفون انطلقت حملة سفراء النظافة منطقة الجادرية بشارع أبو نواس من قبل مجموعة من الكليات والجامعات، من جامعة بغداد، جامعة المستنصرية وغيرها من الجامعات، مجموعة نشاط طلابي. الهدف من عنده انه زيادة الوعي البيئي عند المجتمع العراقي، حتى يعني مثلا مثلا نشوف بالبلدان المتقدمة والمتطورة شلون يتعاملون النفايات حفاظا على البيئة واللي راح تأثر علينا بالمستقبل القادم، وان شاء الله مثل ما قلت لك زيادة الوعي البيئي عند الشباب، وان شاء الله يتخذون هذه الخطوات والإجراءات اللازمة للتنظيف والمراعاة هذا البلد، وان شاء الله من الأفضل الى الأفضل. اليوم تطوعنا أنا ومجموعة من الطلاب، ومو من كلية واحدة ولا من جامعة واحدة، اجينا لشارع أبو نواس على نهر دجلة ننظف، لأنه المنظر كلش كان ما حلو، وتطوعنا أنا ومجموعة كبيرة من الطلاب طبعا، واجتهدنا على أنه نخلي المنظر يكون حضاري أكثر ونظيف، ونوصل صورة حلوة على جامعتنا والجامعات البقية، ونوصل رسالة للناس انه المناظر العامة لازم تكون نظيفة، ونحاول نحافظ على نظافة بلدنا لأبعد حدود. اجيت ويا زملائي من القسم ومن عدة مراحل اجينا، طبعا اليوم شاركت جامعتنا جامعة بغداد وعدة جامعات اخرى النهرين الاسراء. اليوم احنا جينا السبب اللي هو نحسن يعني الصورة عن الأنهار العراقية، هي بالأساس بدأت الحملة عن تنظيف خلينا نقول الأنهار وتوسعت إلى عدة حملات. اليوم جينا نحسن صورة اللي الشائعة عن أبو نواس وعن الضفاف مالته اللي صورتها أبد ما حلوة وما تليق بالعراق خلينا نقول، ونمثل إحنا دور الطلبة الجامعيين، ويعني اليوم تركنا الدوام وإجينا حتى نساهم بهذه الحملة، واحنا ندعو لأي يعني ندعو كل الطلبة بهيج حملات يشاركون، من عدها نحسن صورة الطالب في مشاركة بهيج حملات، ومن عدها نحسن صورة بلدنا. العمل اللي الشيء اللي خلانا اجي لهذا المكان، طبعا بالمناسبة هاي مو اول مرة، هاي تقريبا 11 مرة اجي مشارك بعدة حملات، واحدة من الحملات اللي هي هاي اللي اجيت بيها اليوم، اللي خلانا اجي هنا اول شيء التوعية، ثاني شيء نوصل للعالم اجمع انه بغداد جميله، بغداد تحب الحياه، بغداد ما زالت نظيفه. هاي الشغله. الشغله الثانيه العوائل اللي تجي اكيد لازم تجي هنا شط ومي وكذا هاي، فلازم نشوف مكان نظيف، فنترجى منهم انه دائما يحافظون على نظافه هذا الشيء، لان هذا المكان هو المتنفس الوحيد اللي اعتقد ببغداد اللي طالع على هيك اجواء حلوه، فنتمنى من العوائل انه تحافظ على النظافه على قدر الامكان، لان هذا الشيء اول شيء لمصلحتهم، ثاني شيء لمصلحة بغداد عامة. بغداد قبل عن هسه قبل ما كانت اعمال تطوعية مثل الشباب اللي قمنا بها هسه حاليا، سفراء النظافة وغيرها من الاعمال، فما كانت هذه بسبب يعني تعرف ظروف وكذا، بس رغم هذا احنا حاربنا الظروف. انا بالنسبة لي عندي محل ملابس وباب رزقه اكيد، فعفت هذا المحل وجيت هنا اشارك اخواني، وقلت لك هاي مو اول مرة، فالفرق انه الاعمال التطوعيه جاي تتوسع وتكثر اكثر واكثر، وهذا الشيء لمصلحه بغداد ارجع واقول بشكل عام. فاتمنى من الكل من الكل بدون استثناء، اذا كان موظف اذا كان طالب يجي يشارك، لان هذا لان مثل ما يقول بغداد بيتنا، بغداد سكننا، فاحنا ما نحب انه نقول هسه اذا تشوف اللي هنا مشاركين ابن بغداد وابن الكوت وابن الناصريه، هاي هم رساله للعالم اجمع انه احنا عائله واحده، انه احنا مثل ما يقولون لم شمل. فأتمنى نكون خطوة موفقة واللي قادم أفضل إن شاء الله. خليني أقول إيه.
شباب. والله سوينا هالفكرة أول شيء لننظف ضفاف النهر، ثاني شيء ننهض بوضع البلد، إنه ونوصل فكرة للجميع إنه بلدنا لازم يكون نظيف وخالي من هاي الأوساخ. شو السبب من هاي الأوساخ؟ ليش الحكومة ما قاعدة تلتفت؟ السبب إنه قلة الوعي، والمفروض إنه يبدي العائلة أو التعليم إنه يوصل فكرة إنه للطلاب وللصغار حتى يبني جيل جديد إنه نحب النظافة ويكون على بلد نظيف. حالنا حال البلدان الباقية. احنا هاي الفترة الجديدة ماكو يعني حملات وعي للطلاب وللصغار على التنظيف البلد. فنتمنى انه تصير هاي الشيء، احنا بدينا بهذا الموضوع وهسه اليوم سوينا حملة بيوم التطوع العالمي حتى شملنا بها الكليات، شملنا بها الشركات حتى يوصل الموضوع للجميع وينتشر أكثر. الوضع اختلف عن قبل، الأمانة مو مثل قبل، كانت الأمانة كانت تنظف أكثر من هسه، البشر كان ما يذب الأوساخ يخاف. لان اكو محاسبه، بس المحاسبه قلت، فهذا احد الاسباب. طالع اليوم والله حتى اشوف بغداد اجمل، حتى ننظف الضفاف ويصير مكان اجمل متنفس العوائل. احنا هنا اليوم جايين بنساهم بيوم التطوع العالمي ونشارك باقي دول العالم بهذه المناسبه ونشجع المواطنين الطلاب الموظفين على المساهمه بالاعمال التطوعيه. وهذه حمله سفراء النظافه اليوم متواجده هنا، هي بدت قبل 10 اشهر، انطلقت بالضبط من هذه النقطه. كنت جاي هنا لبغداد زياره، انا عايش برا العراق، وجيت اريدت اتفرج الغروب على ضفاف دجله وشفت المنظر، كان جدا مؤلم ومؤسف انه كميه النفايات اللي متجمعه هنا. فقلت موضوع ما ينسكت عنه، لازم نسوي فد شيء بخصوص هذه القضيه، وقررت اطلع اني انظف وحدي. فجيت هنا حرفيا هنا بهاي النقطه وبديت اجمع النفايات اني، وصورت فيديو ونزلته على الانستغرام. قلت يابا اني هذا الموضوع يعني كلش مضوجني ونريد نسوي حل هاي المشكله، فاي شخص يحب يجي وياي انا يوميا راح اكون متواجد هنا حتى ننظف هذه الضفاف. والناس جوي ثاني يوم جو وياي يمكن 15 16 شخص، وراها جوي 20، ظلينا يوميا نستمر الى ان يمكن خلال اسبوعين وصل العدد الى 100 شخص، وبعدها الاعداد ازدادت وهسه اكو الاف الناس اللي يطلعون ويساهمون بهذه الاعمال التنظيف بكل انحاء العراق. وهي الحمله بها رساله مهمه انه احنا نريد الناس تشعر بالمسؤوليه ويصير عندهم شعور انه هذه ارضنا وهذه بلدنا، حتى لو هذه مو نفايتنا، حتى لو مو احنا سبب بها، بس احنا كنا لازم نساهم ونحل هاي المشكله اللي كنا نعاني ونتضرر من عندها. هذه الحمله بلشت من شخص واحد، واليوم وصلت لالاف من الاشخاص، وسبب هذا الشيء كان بسبب انه احنا لقينا فد مشكله وحاولنا نواجه الحل مالتها. اليوم جيت بمناسبه التطوع العالمي ويا طلاب جامعه بغداد والنهرين ومطوعين سفراء النظافه، نظف النهر الجاردرية. هاي خامس مرة بدنا ننظف النهر بهذا المكان، مع الأسف كل مرة يرجع نفس الوساخة والقذارة الموجودة بيها. نتمنى من البلدية أنه توفر لنا نفايات، حاويات نفايات بهذا المكان، بحيث أنه لا تتكرر هاي الحالة بعد. كل ما أشوف النهر أتمنى أشوفه بدون ما يلوث المنظر شكل النفايات،
فجيت حتى احقق امنيتي. من احب اوجه رساله، يا ريت لما تجون هنا تقعدون او تتونسون نحافظ على المنظر يبقى نظيف، وشيل نفايات ويانا حتى نبقى متحضرين. اليوم اجينا على مود نسوي هاي التنظيف، احنا التنظيف لان صار اكثر من مره احنا مشارك بهاي الشغله. يعني الواحد من يجي يريد يباع عن نهار بس يجي هنا راح يجي يشوف كل هاي الوساخه اللي هنا، حتى ما الواس ينزل اصلا ولا يسوي اي شيء، فيروح يكمل هذا الطريق مالته وما يقعد هنا. صار اكثر مره احنا نجي نشارك بهاي الحمله، ودائما ترجع هاي الشغلات ودائما نرجع ننظفها، حتى بلكي الناس تتوعى على هاي الوساخه اللي يسووها. يعني حتى العالم يعني حتى تعطي صوره مو حلوه عنه، تعطي صوره مو حلوه عن البلد، عن الناس، عن الشعب بصوره عامه. يعني المفروض انه بلكي نحفز الناس، نطلب من امانه بغداد انه يوفرون من هاي الاكياس القمامه، الحاويات، حتى الناس ما تظل تشوي يعني يصير يعني شنو ينظفون. يعني ما مو هسه هنا نجي دائما ننزل نجيب من هاي مالتنا الكاس كل حمله، فنطلب من امانه بغداد بلكي انه يوفرون عندهم حاويات، اماكن ما يرمي القمامه وغيرها. والناس حتى لو انتم ما تشاركون، حتى لو ما تجون، حافظوا على النظافه. واذا لك واذا عندك قدره انه تجي تساعد تتوعي المجتمع وتجيب ناس هم من وياك يشاركون بهاي الحملات، هم من بعد اكون افضل. يعني اليوم مبادرة كلش حلوة ولطيفة، وشاركنا بها احنا وطلبتنا من كلية الهندسة مع سفراء النظافة. قسمنا المجموعة إلى قسمين، القسم الأول بلش بجامعة بغداد اللي هي حملة تشجير الجامعة والكلية، الحملة الثانية هي حملة تنظيف شارع أبو نؤاس من الأوساخ والنفايات اللي موجودة به. أحب أوصل رسالة كلش حلوة لكل زملائي وزميلاتي، إنه الإنسان يبدي بالتغيير من نفسه، الشغلة الأولى. الشغلة الثانية نوجه رسالة إلى أمانة بغداد والبلدية إنه يساعدونه ويدعمونه، مو إلا دعم مادي، لا، أريد من عندهم دعم توفير حاويات، دعم توفير أكياس نفايات حتى نظل مستمرين بالنظافة. ترى ماكو شيء أحلى من النظافة. اليوم أنت إذا بديت تريد تتغير، ابدأ بسريرك. أول ما تقعد الصبح تجهز سريرك وترتبه حتى تحس بنفسك إنه أنت مرتب ونظيف. لا حد يتحجج انه ماكو حاويه او ماكو اكياس نفايات. اليوم انت تطلع بسيارتك، خلي سله، خلي كيس بلاستيك خليه بالسياره، حتى الاشياء اللي تشربها او تاكلها تخليها بهذا الكيس. طبعا اشكر فريق عمل سفراء النظافه اللي هم ما شاء الله بكل محافظات العراق، وان شاء الله احنا وياهم قلبا وقالبا. شكرا جزيلا. اليوم شاركت بحمله سفراء النظافه لان هذا الشيء جدا مهم وجدا واعي، انه يكون انساننا وطالبنا
مثقفنا من بداية مراحله إلى نهاية حياته يكون نظيف، يكون واعي، يكون مثقف لهيك أمور. مثل ما تشوفون اليوم إحنا شباب شاركوا بالتنظيف وأغلبيتهم طلاب جامعات، جامعة الإسراء، جامعة بغداد، التموا على حب العراق بالمرتبة الأولى وحب النظافة بالمرتبة الثانية وحب أنفسهم وتطور ذاتي بهيك أمور وبهيك ذات. حبينا نشارك اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وننظف ضفاف الأنهار. بصراحة ظاهرة حضارية تعكس مستوى ثقافة عالي للشعب العراقي. بدينا بلم النفايات من ضفاف الأنهار. أي وهاي للمرة الثانية أنا أشارك بالحملة التطوعية وحملة سفراء النظافة. طبعا تختلف بغداد قبل عن بغداد هسه. نطالب يعني بكر الأنهار، إزالة جميع النباتات الضارة عن الأنهار. لا يخالف. ترست هاي؟ لا منتظر. اوكي اوكي. لا 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 شلون؟ منتظر. نعبيه المرتبة. ما عندنا مكان، لين بنقدر عليه. لا ترى هذا كل هواية، احنا هسه إذا نبقى 10 نفر قاعدين ننظف هذا. هم الناس بنشروا، يعني بس احنا نحن نسوي. نطول بيها. نطول بيها. أنا أقول إنه نسوي حملة. نرجع ترى.
يلا هذا احنا مجموعة من الشباب من بغداد جينا اليوم للناصرية لأهوار تشبايش حتى نساهم بحملة تنظيف أهوار تشبايش، رغم انه احنا عندنا حملة ببغداد بس انقسمنا نصين، واحنا من المنظمين مال بغداد فانقسمنا نصين، نص بقى ببغداد ونص اجى هنا بأهوار تشبايش حتى يساهم بتنظيف أهوار تشبايش باليوم التطوع العالمي. احنا سفراء النظافة دائما ننظف الاماكن القريبه على الانهار، الاماكن الخاصه ببغداد، مو شرط اي مكان قريب على النهر، لا ممكن اي مكان ببغداد احنا ننظفه، وبكل انحاء العراق عندنا بالبصره بالناصريه بالعماره عندنا بالموصل بكربله تقريبا كل انحاء العراق.
هو اليوم احنا انقسمنا لان هذا يوم مهم، هو يوم التطوع العالمي، فانقسمنا نصين، النص اللي ببغداد واحنا جينا من بغداد لهنا الاهوار تشباش حتى ننظف الاهوار، لان هو يوم مهم وهذا الشيء كل شيء يهمنا. اليوم حمله هي حمله انقاذ الاهوار، لان الاهوار ما تعاني الاهوار الان هي كارثه حقيقيه بسبب الجفاف وازمه المياه ونفوق الجاموس ونفوق الاسماك، فكانت حمله الاهوار انطلاقا من جرف الأهوار من أجل إنقاذ الأهوار وحث الحكومة العراقية على تعويض سكان الأهوار عن المشاريع السياحية اللي دمرت بسبب الجفاف، عن الجاموس النافق بسبب الجفاف، عن الأضرار اللي لحقت بسكان الأهوار. إن شاء الله حملتنا اليوم هي انطلاقة مالتها، راح تبدي بمناسبة يوم التطوع العالمي اللي راح يكون يوم 5/12 اليوم، راح تكون جزء من أعمالها داخل الأهوار بإزالة النفايات داخل الأهوار، حتى وإن كانت الأهوار جافة ومتضررة لازم نحافظ على ونديم الأهوار. ممكن الله سبحانه وتعالى يأتي المطر وتفرج عن الأهوار أزمة الجفاف. هذه الحملة بها أكثر من محور، محور لتنظيف حوض النهر وأيضا داخل الأهوار من البقايا البلاستيكية، إضافة إلى المطالبة بزيادة الحصص المائية وكذلك تعويض مناطق الأهوار، أهالي مناطق الأهوار بسبب نفوق حيواناتهم خاصة حيوانات الجاموس التي تعرضت إلى النفوق بسبب الجفاف وعدم وجود المياه. مناسبة يوم الأرض العالمي ويوم التطوع العالمي إجينا الأهوار تشبايش حتى نساهم بإزالة النفايات من هذه من أهوار تشبايش، أيضا المساهمة والحفاظ على مياه الأهوار، أيضا توعية الناس مدى أهمية الأهوار والحفاظ على نظافتها وتعتبر كتراث عالمي أيضا، وكذلك نركز ونشدد على موضوع الجفاف اللي تعرضت للأهوار بالصيف الماضي، ونحاول نوصل صوتنا وصوت الأهوار صوت هذه الأرض إلى كل الجهات المعنية الدولية والمحلية للحفاظ على هذه الأهوار. كل الشعوب تعتمد على السياحة، سياحة الأهوار أهم مورد للعراق، حيث أن العراق البلد المنتج للنفط، النفط باقتصاديات العالم يعتبر أحادي الجانب، أي بمعنى أن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي، والاقتصاد الريعي يعتمد على صعود وهبوط أسعار النفط، فيما هذه الأهوار أسميها في كل كتاباتي وبحوثي الفردوس الأرضي، بعض الأحيان أطلق عليها جنة عدن. الطير المهاجر الذي كان يأتي من سيبيريا إلى هذه المناطق الدافئة يستمتع بهذا الوجود، الآن ما في طير، حتى الطيور المهاجرة غابت عن الأهوار. السفرات السياحية التي تأتي من كل مدن العراق كانت تستمتع هنا. أتذكر قبل عامين دعينا أكثر من 600 حضروا من المدرسين ومن الأكاديميين والأكاديميات، وعندما زاروا هذه المنطقة من سامراء وصلاح الدين والشمالي والمنطقة الغربية، والله أذهلوا في جمال هذه البيئة. الآن واقع حمرير، الآن اليباب، القتل العمد للجاموس، للطير، للحيوان، هذا القتل العمد. يعني أولا الشرائع الدولية تحرمه، ثانيا القوانين الدولية والإنسانية. إيران لا ترى هذه صور الجاموس التي تنقل في الفيسبوك بشكل يومي من الأخوة الناشطين الوطنيين الذي يحاولون رفع صوت المنكوبين المحرومين هذه الأرض، بدلا من أن تكون من المحرومين، هي سلة الغذاء للعراق. أتعلم أن برميل الحليب 600 دولار وبرميل النفط 100 دولار؟ يعني لو كان هناك تنمية للثروة الحيوانية بإمكان العراق أن يصدر للعالم أجبان وألبان من هذه البيئة. يعني ليش سادين على العراق؟ ليش الأهوار هيك تعبانة؟ يا أخوان ترجى من الحكومة العراقية ومن الوزراء من النواب بين يجون يشوفون الأهوار ويشوفون اللي صار بالأهوار ويناشدون يروح تركيا ويروح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويقررون بأن يرجعون الأهوار، لأن الأهوار هي جزء من العراق، والأهوار هي منظمة بالمنظمات اليونسكو يعني بالمنظمة العالمية، صحيح؟ ليش اللي ما يزين يشوفوا لها؟ احنا نناشدهم، وطبعا احنا جينا اليوم ندعم الاهوار، هاي كل احنا جينا من الناصية من جميع المحافظات لندعم الاهوار، وان شاء الله هذا كلامنا يوصل الى المسؤولين واللي يسمعون صوتنا بان يجون يدعمون الاهوار. والماي اهم شيء، الماي اللي يريد الماي يا اخوان للاهوار، هي الاهوار هي حياتها الماي. بالنسبة احنا السنة هاي عيشتها تعبانة،
العام عايش على الماء، اذا ما عندنا بالاهوار احنا عايشين. جاموس عايش على الطبيعه، ياكل قصب وحشيشه، هاي على الطبيعه. السنه بالنسبه للسنه، السنه عندنا الجفاف، صار عندنا جفاف بالماء، وهذا الجفاف اثر على الحيوانات، على الثروه السمكيه، اثر علينا بياك من احنا. بالنسبه للجاموس لا حليب، حليب بيني بعد لا شوفه صخره بين يحلب، مات. والما مات ضعف عندنا، ضعف واثر علينا الجفاف تاثير كامل. منذ آلاف السنين هذه المنطقة موجودة، كان يعيش فيها الإنسان في أحسن حالات، لأن كانت المياه تصلها بصورة طبيعية، يعني عن طريق الأنهار أو طريق الأمطار. يعني الآن عندما دخلت السياسة والسياسة القذرة بالحقيقة، أصبح الإنسان يتحكم بالمياه ويعتبرها ضغط، كضغط سياسي للابتزاز مثلا. إيران حاولت أن تعمل هذه العمل، أن تقطع الماء اللي هو ماء أنهار مشتركة بينها وبين العراق. هذه بالقانون الدولي الدول المتشاطئة تتقاسم المياه، يعني هم أخذوا الماء إلى جانبهم إلى حصتهم، لأنه الماء جاي ينقل تقريبا في بسبب التطور أو السوء الأحوال الجوية اللي تحدث بالتغيرات الجوية اللي تحدث بالعالم. هنا لازم على العالم أن يحس أنه هذا لازم تكون حصة للدول اللي تعاني من الجفاف، تعاني من قلة المياه. ونحن عندنا نهرين يعني يستوعبا مياه، يعني قطع المياه عن الأنهار هو جريمة، وملعون من يعمل هذا العمل، ملعون إلى يوم الدين، يعني إلى طول الحياة هذه اللعنة تلاحقه. يعني لكن أن تفقد الضمير هذا شيء آخر، يعني أن تفقد الضمير هسه اترك السياسة واترك هذا، اشتغل بضميرك الإنساني. لكن عندما تفقد الضمير ماذا نقول؟ يعني لا نعرف كيف نتكلم، وحتى لا نفع من الكلام معكم. يعني وهذا الكلام يشمل حتى السياسيين العراقيين، هاملين هذه المنطقة لا يعطوها أهمية، يركضون وراء مكاسبهم الشخصية ومنافعهم الشخصية والسياسية، وهذه جريمة ومأساة للشعب العراقي. بس
يا الله يا الله. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التشبايش وسكانها، من المدينة الهادئة بأبنائها وعشائرها، من طيبة الكرم والجود، من طيبة البساطة وعنفوان الشجاعة، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونتمنى أن يكون حضوركم هذا باعث خير وبركة بالقول والفعل لهذه المدينة التي أصابها ما أصابها من ظروف صعبة وقاسية على مر الأزمان والعصور، ولكن جلد أبنائها الذين لا يهابون تقلبات الأزمنة ويعيشون كل الظروف الصعبة حالياً وفي الزمن الماضي، فهم الضعف الممزوج بالقوة والنور الذي يؤنس والنار التي تحرق، هم الماء الذي يروي والطوفان المغرق، هم الهواء العذب والعاصفة الخانقة، فهم بين غرق مستمر وجفاف مفتعل بأيدي آثمة. التشبايش حينما يمن الله على أهلها بنعمة الماء انتفعت وقدمت للآخرين الخير والبركة للبلد بثروة الأسماك، وتتحسن الحالة الاقتصادية بكل جوانبها من حيث الزراعة والثروة الحيوانية، وإن جفت انكمشت حياتها ومات الزرع والضرع وكل الأحياء. لذا نهيب بأصحاب القرار وأصحاب الخبرة، نناديهم بأعلى الأصوات، انقذونا انقذونا من الجفاف. إن التشبايش منطقة سياحية ذات بيئة لا مثيل لها، لماذا تهمل؟ أعطونا من الخير واهتموا بمسألة المياه الذي هو شريان حياة الأهوار، انقذوا الأهوار. كما يقول الشاعر: لقد أبصرت بين الناس فرقا، فمنهم عائم والبعض غرقا، سيغرق هادم الأخلاق حتما، وحتما من بنى الأخلاق يرقى. Thank you.